وبه نستعين ومنه نطلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نرحب بحضراتكم في مساء يوم الاثنين في 9 سبتمبر لعام 2024 للميلاد على بركة الله، وأعلنت بداية وانطلاقة سادس الأشواط المسائية في هذا المساء، وانطلاقة الأشواط المفتوحة لسن الكبار، سن الإبداع، سن الإبهار، سن الثنايا، من مسافة 6 كيلومتر ضمن تحديات وانطلاقات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة. مقدمة الشوط فولاذ يحتل المركز الأول لسليمان بن فهد بن صالح الجروان مع المركز الأول، ومع انطلاقة فولاذ واندفاعته بالمركز الأول. المركز الثاني العمرود هو القادم لدواس بن صالح بن مانع آل عامر، من يحتل المركز الثاني بانطلاقة العمرود مع المركز الثاني. وفي المركز الثالث شعر وهبو بن محمد بن علي بن أحمد بن وهبو، من يقدم لنا سياف مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع حضر لهم في هذه اللحظات وتقدم في هذا المسار شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، من يقدم لنا له منطلاقته بالمركز الرابع محمد بن عبد الله بن طالب بن شريف في عملية التضمير. المركز الخامس القادم شاهي بشعار هجن الرئاسة بقيادة عملاق الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، هو القادم مع المركز الخامس. وفي المركز السادس أو تابع الوصول والقدوم من جلمود لناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن نورة، هو القادم مع انطلاقة جلمود مع المركز السادس. المركز السابع وصل في هذه اللحظات شعار الكربي مع شاهين صالح بن محمد بن ناصر آل عويرة الكربي، هو القادم مع شاهين وشعار هجن العاصفة يصل في هذه اللحظات مع انطلاقة شاهين، هو القادم بشعار هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. والاسم القادم وصل حشيم بشعار محمد بن راضي بن سماح العنزي، قادم بكل قوة حشيم، وانطلاقة حشيم بشعار محمد بن راضي بن سماح الجعفري العنزي. وفي المركز العاشر شعار عايض بن مفرح بن سعيد المهان العجمي مع انطلاقة رعاد، هو القادم بالمركز العاشر. إذا متابعينا الكرام نكتفي بهذا النداء للمراكز العشر المتقدمة في هذا الشوط، ولنا عودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى العمرود وانطلاقته بالصدارة. العمرود مع المركز الأول، يتقدم دواس بن صالح بن مانع العامر مع انطلاقة العمرود واندفاعته بالمركز الأول، هو المتقدم بالصدارة. العمرود لدواس بن صالح بن مانع العامر، من يقدم لنا شعاره مع المركز الأول. المركز الثاني سياف شعر وهبو بن محمد بن علي بن أحمد، هو القادم مع انطلاقة سياف بالمركز الثاني. وفي المركز الثالث لاهوم، هو القادم بالمركز الثالث لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة محمد بن عبد الله بن طالب بن شريم في المتابعة في عملية التضمير. والمركز الرابع من الجانب الأيمن شاهين لهجن الرئاسة سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير. والقادم في هذه اللحظات جلمود، هو المتقدم بشعار بن نورة، يصل جلمود لناصر بن عبد الله بن راشد بن سعيد بن نورة، من يقدم لنا جلمود بالمركز الخامس. ولكن القدوم والوصول من سياف شعار بن انديلة وصل في هذه اللحظات، تقدم من مركز إلى مركز، تقدم من المركز السادس ليحتل مركز الوصافة في هذه اللحظات. محسن بن حزام بن راشد بن انديلة يقدم لنا شعاره، ينضم لدائرة النداء الأمامية ويقدم لنا سياف مع المركز الثاني في هذه اللحظات. ولكن العمرود هو المتقدم، لا زال مسيطر مع المركز الأول. يتقدم العمرود لدواس بن صالح بن عامر مع المركز الأول ومع الصدارة، هو المتقدم في هذا المسار بكل عزم وإصرار. ولكن بن انديلة هو القادم مع اندفاعة سياف، يصل في هذه اللحظات سياف.
سياف هو القادة في هذه اللحظات بشعار محسن بن حزام بن راشد بن انديلة، غير الأمور وتقدم وتسلل واندفع إلى المركز الأول سياف بشعار بن انديلة، والمركز الثاني العمرود، وثالثا جلمود هو القادة بشعار بن نورة. من يقدم لنا جلمود؟ وصل جلمود بشعار ناصر بن عبد الله بن راشد بن نورة. من يقدم لنا شعار؟ وسياف رابعا، شعار في هذه اللحظات القادم، شعار وهبو بن محمد بن علي بن أحمد يقدم لنا سياف، وانطلاقة سياف بالمركز الرابع. وخامسا يصل شاهين لهجن الرئاسة، شعار القادم بانطلاقة شاهين وبمتابعة العملاق في عملية التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير في عملية المتابعة في المراقبة، يأتي العملاق ليقدم لنا شاهين. يا سلام شاهين، شاهين بشعار هجن الرئاسة، يا سلام تسلل وتقدم إلى المركز الأول شاهين لهجن الرئاسة. المركز الثاني جلمود شعار بن نورة مع المركز الثاني، وثالثا سياف شعار وهبو بن محمد بن علي بن أحمد، وفي المركز الرابع العمرود مع المركز الرابع دواس بن صالح بن مانع آل عامر، والمركز الخامس شعار بن انديلة هو القادم في هذه اللحظات. هنا الوصول من سياف بشعار محسن بن حزام بن راشد بن انديلة، ولكن القدوم ولكن الوصول من متعب، وصل في هذه اللحظات متعب وبدأت الخطورة مبكرا مع وصول شعار العجمي أحد الأسماء المتميزة. يتقدم متعب لخالد بن منصور بن حمود العجمي، الاسم الأبرز في هذا الشوط، وأيضا القادم في هذه اللحظات رعاد، رعاد هو القادم بكل قوة. عايض بن مفرح بن سعيد المهان يصل مع انطلاقة رعاد، وأيضا القادم القادم شاهين كذلك بشعار هجن الرئاسة. يأتي بالمركز الخامس سلطان بن محمد الوهيبي، وشعار الكربي يصل مع شاهين. صالح بن محمد بن ناصر العويرة الكربي يتقدم عن طلاقة شعاره بالمركز السادس، ولكن العودة إلى شعار هجن الرئاسة، إلى شعار هجن الرئاسة. من يتقدم مع المركز الأول كيلو ونصف الكيلو هي المسافة المتبقية عن الفوز والنصف النوماسي والانتصار. شاهين مع المركز الأول لهجن الرئاسة. سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير، متعب هو القادم، متعب هو القادم مع المركز الثاني. خالد بن منصور بن حمود العجمي هو القادم مع متعب، متعب مع المركز الثاني والمركز الثالث. شاهين لهجن الرئاسة، والمركز الرابع حضر حشيم ليصل شعار محمد بن راضي بن سماح الأعنزي مع انطلاقة حشيم المركز الرابع. وخامسا شعار هجن الرئاسة مع سلهود بقيادة العملاق الوهيبي، ولكن نعود نعود إلى المركز الأول مع افتتاح الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير والمثير. شاهين مع المركز الأول، شاهين مع مقدمة هذا الشوط، ينطلق شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول ومع الصدارة في أمتار الحسم والعزم. يتقدم شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول سلطان بن محمد الوهيبي، متعب مع المركز الثاني، يتقدم شعار العجمي مع المركز الثاني خالد بن منصور بن حمود العجمي، وثالثا شعار هجن الرئاسة، ورابعا شعار الأعنزي هو القادم مع حشيم محمد بن راضي بن سماح. الأعنزي يصل مع المركز الرابع، سلهود هو القادم بشعار هجن الرئاسة. من يصل مع المركز الخامس؟ ولكن شاهين، شاهين وآخر الأمتار، آخر الأمتار. يا سلام المعركة الثلاثية النهائية بالأمتار، النهائية بقيادة شاهين. من يتقدم بشعار هجر الرئاسة؟ من تقدم لنا شاهين مع المركز الأول؟ سلطان بن محمد الوهيبي العملاق الوهيبي في المتابعة يقدم لنا شاهين في عملية التضمير. التهاني والتبريكات لعشاق هذا الشعار، تهانينا والنماس لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار، والتهاني والتبريكات للعملاق العملاق العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يحسم هذا الشوط. تهانينا والف مبروك لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار وحصول شاهين بالمركز الاول في هذا الشوط. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، وثالثا سلهود لهجن الرئاسة، ورابعا حضر متعب بشعار العجمي خالد بن منصور
بن حمود العجمي، والمركز الخامس حشيم لمحمد بن راضي بن سماح العنزي من احتل المركز الخامس في هذا الشوط. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل، نعود بالتهاني والتبريكات لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والف مبروك لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار بالمراكز الثلاث الأولى في هذا الشوط بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، من قدم لنا شاهي منتزع النماسي هذا الشوط. تهانينا والف مبروك يا أبو محمد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وحصول شاهي بالمركز الأول بشعار هجن الرئاسة، من قدمت لنا الأداء المتميز في هذا المساء المغاير. تهانينا والف مبروك لهجن الرئاسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وحصول شاهين بالمركز الأول. معلن الفوز والنوماسي والانتصار والتوقيت الزمني توقيت شاهين صاحب المركز الأول في هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة. 9:35:13 من الثانية توقيت شاهين صاحب المركز الأول في هذا الشوط. المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة 9:38:70 من الثانية. وفي المركز الثالث حضرس الهود كذلك لهجن الرئاسة 9:40:23 من الثانية توقيت صاحب المركز الثالث في هذا الشوط. تهانينا والف مبروك لهجن الرئاسة على هذا الفوز، والتهاني والتبريكات لسلطان بن محمد الوهيبي على هذا الفوز وعلى هذا الإبداع والإمتاع في هذا المساء.